بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. الركن الثالث من أركان الإسلام الزكاة، وهي عبادة مالية، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وفرضها الله سبحانه وتعالى في السنة الثانية من الهجرة، بعد الهجرة فرضها في المدينة في أموال معينة، هي النقدان الذهب والفضة وما يقوم مقامها من الأوراق النقدية، وفي بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، وفي الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. هذه هي الزكاة. قال الله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهي طهرة للمال وطهرة للنفس من الشح والبخل، وهي فريضة عظيمة. أما الأموال الظاهرة كالإبل والبقر والغنم فإنها تسلم لولي الأمر أو نائبه. كان صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة لجباية الزكاة من أصحاب الأموال الإبل والبقر والغنم. وأما الخارج من الأرض زكاته توكل إلى أصحابه، يخرجون الزكاة منه في أحكام وشروط معينة معروفة. فهذه الزكاة فريضة في المال، وهي تصرف للمحتاجين، للفقراء والمساكين تصرف لهم من أموال الأغنياء. افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ترد في فقرائهم، فهذا هو دين الإسلام الدين الكامل الذي فرضه الله على عباده وأمرهم به. فدين الإسلام له أركان خمسة كما هو معروف: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا. هذا هو دين الإسلام بأركانه الخمسة. والإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو دين الإسلام. ودين الإسلام هو المرتبة الأولى من الدين الإسلام، ثم الإيمان، ثم الإحسان. هذه مراتب الدين. الإسلام وهو الأركان الخمسة التي ذكرناها، الإيمان
وهذا نؤجله إلى الحلقة القادمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.